الحوله واصلين لهذا المستوى هذا. اها تيبانو. الحمد لله كتشوف بالله ان الناس مكرفصه والناس دايره مجهود كثير، لا من عالف لا من دوا داكشي بحال هذا، راه خدامين ولادهم العائله كامله خدامه باش كيوصلوا هذا المنتوج هذا ان شاء الله باش يخرج للاسواق ان شاء الله. يعني انت دابا شفتي كان النظره ديال العشاق ديال هذه السلاله كي جاتك هذه الخيرات تبارك الله. يعني اي واحد واخا ما يكونش يفهم في الخرفان وداك الشيء أه. غادي يشوف هذا الخير هذا، راه غادي يبرك حداه، راه ما غيتفاوتش عليه. تبارك الله. جوج فحوله ملكيه تبارك الله. ها انتم سيروا لي وقفوا اليوم كامل باش انت تبارك الله. تبارك الله. قربوا تبارك الله خوتي. انتم كما كتشوفوا يعني فحوله ملكي من القراقره من هنا عند سعد المجيد الجماعي، اللي خصاته يعني شي حاجه يتواصل معاه. انا عزلت لكم هاد جوج ملكيين من وسط داك اللي غتشوفوا تبارك الله. شوف الكرون كي دايرين وشوف الزين يعني البياض تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. هادو راهم للبيع فحوله ديال لانوك ان شاء الله، غادي يترسموا نهار 24 ولا 25 في المهرجان. وكما العاده يعني كما خديتوا السلعه من عند الاخوان اتصلوا بالسيد الجامعي الجماعي مباشره سعد مجيد، غنخلي لكم الرقم في الفيديو. وكما العاده الله يدير الخير بقناه الحولي الصردي بني مسكين، حنايا مواكبه لكاع الكسابه ديال بني مسكين جميعا، حنا متاحين للناس باش نصوروا الخيرات ونوصلوها للناس فين ما كانوا. وسعد مجيد شي كلمه ختاميه على هذا الشيء اللي شفنا اليوم. ولي مرحبا به، وكنطلبوا من جلاله الملك ان شاء الله سيدنا السميه ديال الاخ السي حميدي. السي حميدي كنطلبوا من جلاله الملك يعاوننا شويه بشويه ديال الدعم، راه باقي العلف ما عندناش. ما وصلش العلف. ما وصلش العلف. يعني ملي كتشوف الفحوله واصلين لهذا المستوى هذا اها تيبانو. الحمد لله كتشوف بالله ان الناس مكرفصه والناس دايره مجهود كثير، لا من عالف لا من دوا داكشي بحال هذا، راه خدامين ولادهم العائله كامله خدامه باش كيوصلوا هذا المنتوج هذا ان شاء الله باش يخرج للاسواق ان شاء الله. يعني انت دابا شفتي كان النظره ديال العشاق ديال هذه السلاله كي جاتك هذه الخيرات تبارك الله. يعني اي واحد واخا ما يكونش يفهم في الخرفان وداك الشيء أه. غادي يشوف هذا الخير هذا، راه غادي يبرك حداه، راه ما غيتفاوتش عليه. تبارك الله تبارك الله. الاخ قلت لي الحميدي الحميدي تبارك الله نور الدين، قال لنا هذه الشهاده في حق السي عبد المجيد. وكما قال الحميدي راه باغي يدخل البقر ان شاء الله. خاصو شي حاجه ديال البقر. مرحبا. عندك البقر سي حميد ان شاء الله. العجول المستورده ان شاء الله. ان شاء الله نديروا شي زياره عندك حتى ان شاء الله ونصوروهم رمضان ان شاء الله. مرحبا بك عندي. الله يحفظك سي حميدي وشكرا. اذا هذا راه طاقه شبابيه كما كتشوفوا الاخوان، باغي يستورد يعني العجول والابقار، وعدو تبارك الله يعني شلا خيرات. غادي نمشيو عدو تا هو تبارك الله الضيعه ديالو، ونديروا فيديوهات باش الناس اللي عزيز عليهم لا العجول لا الابقار باش يعرفوا تا هما الخبايا ديال داك الدومين. وتحياتي لك اخويا على هذه الشهاده، وان شاء الله الله يسر خويا عبد المجيد، وفرصة سعيدة إن شاء الله إخوان. إلى اللقاء.